السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ بخير. مرحبا بكم مره اخرى في القناه ديالي خديجه تي في خديجه، ومع الدرس الجديد ان شاء الله. راكم مع الدريس كيجي زوين، كيجي على هذا الشكل. انتما معايا ان شاء الله، نوريكم الطريقه كيفاش. انا البنات هنا دوزت الحبيك هو الاول، يمكن نحتاجو البرا، البرا تكون رقيقه ديال عقيق، والخيط برا نتاعو ثلاثة، وكنحتاجو لقيق هكا زمرد نمرة ثلاثة أو نمرة أربعة، هذا اختياري. بسم الله، غنبدا معكم نضربو هنايا. نضرب واحدة، نضرب الثانية، ندير العقيق، ونخلي واحدة، ونضرب في الثانية، ونزير مزيان، ونضرب الثانية هكا، ونرجع لهنايا، ندور الخيط هكا، نخلي هاد الخيط يكون مرخي شويه فوق العقيق، شدو هكا بالبرا ولا شدو بالسمانة هكا، نزيرو ونرجعو نضربو هنايا البنات. شتي هنا فاش كان الخيط كنضربو هنا تيجيو بحال بحال، كنشدو بالبرا هكا تيجيو بحال بحال، ونزيرو الخيط ونرجعو عاوتاني نضربو هنايا نفس البلاصة، تولو عندي هادو ثلاثة الخيوطة، نبقى نعمر، نجي هنايا نشدهم كاملين، نشد هاد ثلاثة الخيوطة والخيط يجي لتحت البرا هكا، نصير نجي هنايا هكا، ندور الخيط فوق البرا. هاد الخدمة البنات بحال هاد الخدمة اللي درنا في هنايا الحبيك هكا، الخيط لتحت البرا، ونضرب هكا بيناتهم، وندور الخيط لبرا فوق البرا هكا، خدمة سهلة. نزيرو مزيان البنات باش تجيكم الخدمة متقونة، وكيجي حتى دريس هكا واقف كيجي زوين.
ملي هكا البيض اللي كملنا هادي لات مع عمره كنشدو هنايا كنضرب واحد هنايا هكا نزيرها مزيان جينا دريس وقف هكا هذا هو دريس البنات. نتمنى ان شاء الله تستفدوا معايا وتفهموا الطريقه كيفاش راه كتجي ساهله ونفس الوقت زوين، ويمكن نتمنى تستفدوا معايا حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. السلام عليكم.